لجنة تتبع تاع شركة الدار البيضاء التنشيط اللي تدمتوها باش تدبر مركب محمد الخامس عقدت جوج المرات، مرة في مقر الجامعة ومرة في مركب محمد الخامس، ولكن النتائج ديالها لحد الساعة باقا ما بانش. بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن أنه باش نعطيو للعمل المصداقية ديالو، ما كيمكنش في جوج اجتماعات نجيو نقولوا لقينا الحل او لقينا سبب الاشكال فيما يخص مركب محمد الخامس. هذا موضوع حساس، موضوع عنده ارتباطات جماهيريه، عنده ارتباطات بواحد بالساكنه ديال المعارف بصفه عامه وديال الدار البيضاء بصفه عامه، عنده اشكالات امنيه وعنده ارتباطات وطنيه، لانه المباريات اللي كتقام فيه هي عندها كتخدم الواجهة أو الصورة ديال المغرب على المستوى الدولي. كنظن أنه اليوم هاد الاجتماعات اللي كتقوم بهم لجنة التتبع اللي أنا عضو فيها بصفتي رئيس مقاطعات المعارف، ما بغيناش نتسرعوا، لأنه خصنا نديروا بحث، نطلعوا على جميع الوثائق أولا، نستمعوا للمسيرين ثانيا، نشركوا أو نسمعوا حتى الناس ديال الداخلية ديال العمالة ديال الأمن، الفرق التي تزاول ولا كتستغل المركب. إذا كنظن أنه عدم إعطاء اليوم التوصيات أو الخلاصات كيدل بأن عملنا عمل ديال هذه اللجنة التتبع عمل رزين وماشي متسرع، لأنه للأسف الشديد اليوم هذا الموضوع خدا واحد أبعاد شعبوية. إحنا ما بغيناش نسقطوا في هذا فهاد النوع من التعامل، لأنه نعتبر نفسنا مسؤولين وما جايينش باش نديروا متابعة الساحرات، لا، إحنا بغينا فعلا نطلعوا على الإشكالات اللي مطروحة باش نلقاو ليها ونبحثوا، ماشي إحنا اللي نلقاو الحلول باش نكونوا صادقين، ولكن على الأقل باش نخرجوا بتوصيات ونعطيوها للمجلس، لأن صاحب القرار هو المجلس، لجنة التتبع تقوم مقام المجلس في واحد المجال معين. كيفاش عملتوا مع ذاك المدينه المنسيه بين قوسات اللي لقيتوا داخل مركب محمد الخامس؟ يعني حدثنا شويه على هذه القضيه. كي قلت لك نحن ما كنتعاملش بشعبويه وما جيناش لمتابعه الساحرات. هذيك وضعيه اللي ما رجعاش ليومين او ثلاث ايام او شهر، هذيك وضعيه رجعت لسنوات، اكثر من ثلاث او اربع سنوات. ما يمكنش اليوم نجي هذاك تبقى في الحق تبقى غير ان دياغنوستيك، هذاك غير اطلاع وصف لواقع، ماشي هو المهم. ما ينتظره البيضاويين ماشي هو وصف الواقع بانه كان الزبل وكانت هذا وهذه مبنياش، ماشي هذا. كيخصنا نقول لهم ها الوضعيه، ولكن المهم عندهم هي كيفيه التعامل مع هذه الوضعيه، لان اليوم الضغط ديال المباريات كبير، الاستحقاقات على المستوى القاري كبيره اللي فيها ليماج ديال المغرب بصفه عامه والرياضه المغربيه، فيها الدفاع عن الرايه الوطنيه. اذا تيخصنا نتعاملوا معها برزانه، وملي غادي يجي الوقت رحنا غادي نعطيو الخلاصات وتكون عموما بطبيعه الحال للجميع. بين الاصوات دابا اللي تقول خاص ضروري الدار البيضاء تبني واحد المركب رياضي جديد، ولكن هذا الشيء تيجي على حساب ان يعني مركب محمد الخامس البعض تيقول بان غيتم الاستغناء عنه وغيتم فتحوا اللوبي العقار وكذا، اش ممكن تقول لنا؟ هذا هو التعامل الشعبوي. اولا ملي كنقولوا خص مركب ما كنقولوش بغينا نحيدوا المركب ديال محمد الخامس، حتى واحد ما قالها، نقولوا بانه نحن في حاجه الى مركب دولي بمواصفات دوليه اللي مابقاش كيلبيها مركب محمد الخامس، ما كنقولوش بالهدم ديالو. ثانيا باش نرفعوا اللبس، هذاك الارض اللي فيها المركب محمد الخامس سي اون دوناسيون، هبه مشروطه بانه يكون فيه ديزيكيبمون سبورتيف. اذا على المستوى القانوني لا احد يمكن ان ينقل هذاك المشروع الى لا سبيكولاسيون فونسيير، ما يمكنش قانونيا. اذا باش نفوتوا من هذا النقاش، لان ماشي هذا هو النقاش اللي خصو يكون. النقاش هو انه الدار البيضاء في حاجه الى مركب رياضي في مستوى دولي، وضروره التعامل بشكل اخر مع مركب محمد الخامس، على اعتبار انه اليوم اصبح في وسط المدينه، والبنية التحتية اللي عنده لم تعد قابلة وتستحمل هذاك الضغط ديال الجماهير.